انا لاحظت عليك انك كثير انام، خليت لك غفوه. انت غنيت معه؟ نعم يمكن سمعت صوتي؟ لا بس انا قلت بسال. طيب شوف شنار، انا بسالك سؤال. انا تابعت مره فقره الرادار وبعد صوت احد يا شباب، في احد مو مشغل مايكه؟ بلغوني. ها طيب ذكر الأخ سالم حزام أنه صوتك سيء بالحرف الواحد صراحة، وأنا علي عتب على سالم أنه استخدام يعني استخدام بعض العبارات وبعض الألفاظ، لكن إيش ترد عليهم الشباب؟ شوف سالم حزام هذا رايح شخصي ويحترم ويقدر، أنت شايف؟ بعدين لا بس موهبة صاعدة، موهبة جميلة، الله يملك طبقة صوت حلوة. أنا إلى يعني ما شافني، ليش سالم قال كذا؟ أنا إلى ما شافني قاصر الشوف، والله ما أقول القاصر الشوف، شفني عند الدني ولاش، ماني معروف لكن بس النزيهة من الرجال يعرف الله، هذه تكفي. يا سلام، الناس تختلف الآراء، واختلاف الآراء لا يفسد جلود قضية. بس هذا مو باختلاف آراء، أجل يعني اتهام صريح صح؟ أنا أشوفه أنه أجحف في حقك. الله ما نقدر نقول شيء، سالم صاحب فقرة في البرنامج ويقدر ويحترم و ندمح. نعم ندمح، وقلبك كبير الله يرحم والديك، قلبك كبير تدمح للشباب نقاد. نعم أصحاب فقرة ويحترمون ويقدرون ونحن متسابقين. يعني برضو أنت لا يعني كل هذا الطيب اللي في داخلك ما عليك زود، الله يطيب حظك ويعاملونك بهالقسوة. الله يطول يا أخي، طيب يعني اعطى دافع معنوي شوي، قل له صوتك جميل. لا 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 انا لا احتاج دافع معنوي هذا يا عبد الله، لا انا اقول لك انه من اول ما دخل البرنامج ولا هم باللي يرفعون فيه ولا هم باللي ينقصون. الله يرحم والديك يا ابو عرفت كيف، انت نفس الطريقه كذلك مركين عليك الشباب. انت ما انا ابشر ماني بشوفهم شيء ولا اني بشوف عبد الله، والله ولا اني بذل الا من الله سبحانه وتعالى. مره صوت انا كفايه له كلامه، انا كفايه له اعطيك كلمه لا دقيقه كيف كفايه؟ انا سالته خليه يجاوب لك لا بك انا مو علي بالكلام وفي بره الله يطول عمرك يا ابو. لا بس دقيقه صدق انت ليش تجاوب عنه؟ كيف الكلام لان طرحت عليه نفس السؤال، طرحت عليه نفس السؤال. لا انا طرحت عليك انه هو قال لك هل انت متعاطف معنا؟ انا لا انا رجل مقدم محايد اسال اطرح اسئله. لا بس انت قلت انه جحاف وانه انا يعني انا تعاطفت معنا صح؟ انا نقول لك بعض وجهات نظر الجمهور انه اجحف. لا تجحف الجمهور في هذا الموضوع الذي داخل هذه اسوار القريه. افهمني يا قلبي انت شاده، قلت لك والله يا شنار شاده. انا اقول لك بعض الجمهور يقول سالم حزام اجحف في حقك. سالم حزام انت معك جوال؟ لا صح قول له الله. انا اقول لك بعض رسائل هل الجمهور يقول ولا عبد الله الجبير يقول؟ سؤال والله يعني خلنا صادقين، سؤال احنا نسولف على جاله قدر ضغط الجمهور يقول. والله الجمهور يميز ويعرف وذكي، ترى الجمهور ذكي. اي انا اقول لك انه الجمهور قاله، شو المشكله؟ انا جاوبتك انت. والله ما ادري ايش اقول لك يا ابو شاك في لا بس انك مصداقيه، احنا في دائره مليون طاع 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 طاع. قلت انك حاب اسالك كلمني عادي. اه يا عبد الله، يا عبد الله والله العظيم انت تدري وانا ادري يا عبد الله انه احنا وضح لي ترى ما ادري انه سؤال شخصي وليس من ايش؟ سؤالها استاذ عبد الله ان شاء الله بنشغلك في فقره النقد ان شاء الله. ايش رايك؟ دقيقه فايز خذ راحتك. ايش السؤال الشخصي؟ عطني اللي في خاطرك، انا احس في خاطرك كلام كثير، ما حد اعطاك المساحه انك تقول شيء. قول يلا. لا والله ما في خاطر الا زين افا عليك. سم قول يا شنار. جيتنا في البدايه تقول ان سالم حزام انه اجحف حقكم. اي انا اطرح تساؤل انت تقدر تقول بس سؤال شخصي عنك انت، ما قلت جمهور ولا قلت انطباع جمهور ولا قلت لا انا نقول لك بعض كلام الجمهور وبعض كلام الناس انه سالم هذا في صفك، انا الحين في صفك يعني. يا عبد الله تكفى طريق النظام ذا ما خارج، وانت خابر انا خابر. انا خابر ايش؟ انا اقول لك الان تساؤل الجمهور. طيب خلاص انا اسحب سؤالي ونكتفي باللي في خاطرك. الناس تبغى تعرف اللي في خاطرك يا شنار. ما في خاطر لزي خلاص انتهينا. بس انه اجحف في حقك، ناس تقول كثير محبين لك انه اجحف في حقك. الله يطول عمركم يرحم والديكم. لكن لا لا لا. اروح الفايز. لا لا تروح الفايز وانت في نقاش معي. انا اشوف انك انت تبغى تنهي النقاش. لا انت كمل كمل. طيب يلا كمل قول لي في خاطرك. رايح لابو مانع يلا. انا بس ولا... ما عليك تروح لابو مانع ولا لا والله خليني روح لابو مانع. عندك يا ابو ابراهيم. لا لا خليني ابراهيم. تبغاني اوقف اسئله النقد؟ عادي انا اسالك عن حياتك الشخصيه. لا والله عادي اسال والدنيا ساعه. بس انا صدق اشوف انه يعني مركين شوي عليكم الشباب في النقد صراحه. هذا اكيد يعني انا لو اني متسابق كنت اتمنى الدعم من الناس اللي سبقتني في المجال
ومن الناس خاصه انه فقره متابعه و... وكنت اتمنى صراحه انه ترى الكلام الطيب هو يعتبر كلام لكن يحفزني انا كبشر. نعم انا كمتسابق يحفزني، فهمت؟ صحيح الفكرة. ولكن لقيت يا طويل العمر السلامه إيه؟ جاي من ديره مركينا احجاجك على الله مثل ما قال سلطان، وانا من اول يوم دخلت هنا ان سالت سؤال قالوا من هو قدوتك الاعلاميه؟ سلام. عرفت كيف؟ قلت انا ما اقتدي باي احد، انا قدوتي الله سبحانه وتعالى، ثم فعلي وفعل ابوي، عرفت كيف؟ ونعم فانا ما اقتدي باي احد ولا اتقبل اي نصيحه اعلاميه تمر علي. انت بالنسبه لك هل هم غيروا ال يعني كيف اقول لك؟ انا اشوفك انك في غضب في داخلك شوي وما تلام، ما تلام صراحه. وش دراك يا عبد الله من كلامك؟ خاطري غضب من كلامك. لا تتقبل نصيحه اعلاميه، فهمت؟ ما اتقبل. اي انا اقول لك ما وصلت المرحله هذه انت الا بعد ضغط من الشباب عليك. هذا من اول يوم، من اول يوم جيت هنا في المكان هذا قلت السؤال هذا. اوكي قلت الاجابه. نعم. طيب انت ما شفتك في الكونفشن روم صح معه؟ لا دخلت مرتين. والله يا شباب شوف يعني انا رسالتي الان لفقره النقد. شباب يعني الشباب مو محتاجين اني اقول هذا الكلام، اكيد كل عقولتهم عنده لسان وعقله في راسه، لكنه خفوا شوي على الشباب المتسابقين. يعني مو منطق صراحه انه يصحى المتسابق من بدايه اليوم الى نهايه اليوم هو مشتحن عليكم، وفي الاخير تسلمون عليهم في نهايه البرنامج. يعني تخيل تقوم في الظهر، يعني حياه متسابق، تقوم في الظهر ويجيك عبد الله الزميلي، عبد الله الجميري، عبد الله الزميلي راح، انا عبد الله الجميري، يجيك عبد الله الجميري يعطيك اسئله كذا، بعدها اخر الليل تروح عند النقد ويكرشون. تخيل يعني تخيل حياه الضغط اللي انت عايش. حياه الضغط تختلف. انا بالنسبه لي اطرح اسئله، هم يطرحون اتهامات، انا اطرح اسئله عشان نوصل للناس الفكره اللي في داخلك. يعني انا مع المتسابق ضدهم ترى. الله يجزاك خير. الكوفشر موجود مفتوح للمتسابق 40 ساعه، مع احترامي فقط للمطبخ. إيه؟ ولا تسال هذه الاسئله. لا ما تقول لي ما تسال. ايه ما لا انا اطرح لا تدري وش دقيقه فايز خلينا نرد عليه. تمام انا اطرح اسئله إيه؟ ولا تملى علي. لكن انت تقول كانها مطالبه، كان جاي شاكين او شيء. يا اخي انا شوف اسمعني انت شاهد، انا قلت لك والله انا اطرح سؤال، انا اطرح سؤال، انا كم افهم والله يخليك لي طول عمرك يا شنار، انت لازم تسمع مني افهمني. انا اطرح تساؤل، انا كمقدم اطرح تساؤل، ان جاوبت عليه مرحبا ومسهلا، ما جاوبت عليه مرحبا ومسهلا. لكن طلعنا بصوره تقول انت تطلع نفسك. انا ما طلعت نفسي. لا يا اخي احنا ما اشتكينا، ما قلنا شيء. طيب احنا ما اشتكينا. اشتكيت يا ابو؟ لا والله ما اشتكينا ولا قلنا شيء. شرفات 40 ساعه اذا كنت بعدين النقد ما لازم جعلني فداك. بس انا اقصد لا لا انا اقصد يا شباب فقره المطبخ اعتقد انه فقره فيها مساحه كافيه